هذا ملتقى شبابي سنوي يقوم عليه وينظمه شباب شبيبة العدالة والتنمية، نحضره يعني مساهمة من قيادة الحزب في هذا الملتقى لكي يتعبأ الشباب لمهمهم النضالية التي تنتظرهم في السنوات المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، من أجل توطيد مسار الإصلاح الذي بدأناه يعني مع هذه الحكومة وسوف نستمر منه فيه، والمغرب كله مدعوون للاستمرار يعني في هذا المسار الذي أعطى توجيهاته الأساسية جلالة الملك من خلال أنه وضع هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو أن المغرب يجب أن يلتحق بالدول الصاعدة، وهو يشير هنا إلى الدول الصاعدة حديثا كالبرازيل وكتركيا وكالهند وكأفريقيا الجنوبية، والتي أصبحت تجد مكانها بين الدول الراقية. وكذلك جلالته يؤكد كثيرا على إعادة التوازن إلى المجتمع. أظن أن هذه المهام أساسية بالنسبة للوطن، وأن الجميع كما تحدث جلالته يعني يجب أن يساهم في يعني تحقيقها. الحكومة وقد نوه بها جلالته، كما الحكومة السابقة قامت بجزء من المسار، ولكن لا بد اليوم أن يتعاون الجميع لكي نصل إلى هذه الأهداف النبيلة. شكرا لكم.